خلينا نقول نتجه للدكتور راني، نقول زي ما الدكتور منيسي بيقول، انا النهارده عندي بس هم حساسيه. وراهم امراض بقى، ايوه، السعور ده، ما احنا هنيجي بقى نقول لك ايه ده الامراض الامراض، ممكن ما نبقى دي اللي انا نتكلم عايزه فيها. اعرفها. بس الاول احنا هنمسك في الجزء الاولانيه اللي انت حضرتك قلتها، لما يكون هذا انتفاخ طبيعي او احساس. انا النهارده باكل مجموعه انا بحبها، لي ايه؟ لا مفيده، انت ما ينفعش تاكلي فاصوليا بيضه عشان الاحساس اللي عندي. اخد ايه معاها تقدر تشيل الاحساس ده؟ يعني انا عايز احس ان انا باكل بس معدتي مرتاحه. بصي، هو دلوقتي موضوع برضو الغازات ده، في بعض الانواع الاكلات بتبقى كل واحد عارف نفسه ان هو ده بيعمل له غازات. مثلا في ناس الفول واللوبيا ما هو قال والبقوليات لنا ده والعدس. نفسي. لا مش نفسي، لا ده دي ما احنا قلنا في فود ماب دايتس ال 90% منهم بيبقوا عيانين، لكن في الاغذيه اللي انا قلت ان هي هتقول لنا عليها بيبقى دكتوره رانيا بتزود الانتفاخ، بس مش هيبقى منتفخ طول الوقت، هي هتزود الانتفاخ عن ال 1500، يعني احنا من 500 ل 1500، 1500 ده الانتاج. فالاكل اللي هتقول عليه الدكتوره رانيا ده هيرفع الانتاج الى 1500، اللي هيخلينا نعمل غازات اكتر من 10 مرات، اب تو 20 مره في اليوم. الاكلات اللي هي معروفه زي البقوليات، لان البقوليات دي بتبقى فيها نسبه، مثلا القشره بتاعتها بتبقى نسبه الالياف فيها كبيره، وبتبقى هي صعبه الهضم، وكمان اللي بينتج عنها غازات، فهي دي بتدي احساس بالانتفاخ. في بعض الاكلات زي ما دكتور منيسي قال، زي البصل والثوم، دي بينتج عنها السلفر، ده برضو غاز بيعمل انتفاخ. في ناس لما تاخد بصل وثوم في الاكل بتلاقي فعلا اتنفخت، الغاز ده بيديهم احساس بالانتفاخ. في بعض الناس منتجات الالبان بتبقى عندهم لاكتوز انتولرنس، يعني حتى مع الزبادي. في بعض الناس حتى الزبادي مش بيستحملوا، ما هو درجات، في ناس تستحمل الزبادي وفي ناس حتى الزبادي يقول لك لا انا مش بستحمل حتى الزبادي. فدول برضو مش هم عندهم نقص الانزيم اللي بيكسر اللاكتوز، فبالتالي اللاكتوز ما بيكسرش وبيحصل عنده فيرمنتيشن، ويعني تخمر وغازات، وفعلا بينتج غازات في البطن. وياخد اي منتجات البان بيقول لك انا بتنفخ مش ببقى قادر، ببقى تعبان. وساعات يقول لك في ناس كمان بتوصل انها بيجي لها امساك، ما بتعرفش تدخل تواليت اصلا. يعني فعشان كده هو كل واحد بيبقى عارف الاكله الفلانيه. في ناس مثلا بتاكل عدس يجي لها انتفاخ رهيب نتيجه برضو انتاج زي التخمر بتاعت المواد ديت، وعدم القدره على الهضم الكامل. لكل شخص بيبقى ليه طب حاجه لو معينه. حد عايز ياكل الاكل ده من غير ما يتضر ولا يوقفه بقى؟ لا هو بصي هقول لك حاجه، هو مبدئيا هو لازم يبقى مطمن وفاهم ان انا لما باكل الاكله دي طبيعتي انا بتعب منها، فهو لو بيحبها واكلها وتعب منها فهو مش هيبقى مستغرب، يعني هو هيبقى عارف ان هو تعبان منها. في بعض الادويه بتبقى بتقلل الغازات، بتابزور الغازات زي الفحم مثلا، زي الديسفلاتين، ممكن ياخد اقراص منها لما يجي ياكل الوجبات اللي هي المفروض بتتعبه. ومفروض ان هو ما يكترش برضو من نوعية طريقة الطهي بتاعت الاكل، برضو بتزود من عملية الاحساس بالانتفاخ. زي مثلا لما ناكل الاكل المقلي في الزيت، الفرايد فود اللي هو المقلي متحمر المتسبك التسبيك، الاكل لما بيبقى اللي هو الوجبات الجاهزة اللي جاية من بره مستخدمين فيها دهون مشبعة بكمية هو كبيرة. بعيدا عن المقليات والوجبات السريعة، لو انا عملت اللي هو اكل ني في ني على ما نار لسه هاديه. بقول لك طريقه الطهي بتفرق جدا، زي مثلا الاكل طريقه الطهي على البخار او السلق او الشوي او حتى بيكنج، ان احنا نعمل خبز الاكل كله يتخبز في الفرن، ده بيفرق قوي طريقه الطهي الاكل في الاحساس العام بالارتياح بعد الاكل، في عموما في الجهاز الهضمي.